أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للمباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن التي تطرقت لتنمية العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. وخلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية مع رئيسة وزراء الدنمارك، أشار الرئيس السيسي إلى أن البنية الأساسية التي تتوافر بمصر تسمح بتطوير التعاون بين البلدين بمجالات الشحن والنقل الجوي والطاقة الجديدة والمتجددة. لقد تحدثنا مع دولة الرئيسة على المستوى الثنائي في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ويمكن الفرصة اللي موجودة في مصر سواء من كان موقعها الجغرافي أو البنية الأساسية المتطورة أو وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسمح إن احنا نتعاون كثيرا في مجال النقل والشحن البحري، واحنا مستعدين زي ما ذكرنا إن احنا في مصر إن احنا نقدم كل التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية في مصر وبما لديها خبرة عالمية في هذا المجال. أيضا تحدثنا على إمكانية إن احنا نتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين ودي والتعاون في مجال الموضوعات التي تخص البيئة، ده طبعا يعني ارتباطا بما الجهد اللي مصر عملته في استقبالها لمؤتمر المناخ في كاب 27 في شرم الشيخ.